السلام عليكم. في هذا الدرس سنقوم بتعلم رسم صورة 3D. نقوم برسم مستطيل أبعاده 20 سنتيمتر عرض والطول 24 سنتيمتر. بعدها نقوم برسم خطوط بهذا الشكل. مسافة تكون 2 سنتيمتر بين كل خط. بعدها أقوم بتقسيم الخطوط إلى مربعات صغيرة، كل مربع 2 سنتيمتر. وهذه الجهة أيضا أقوم بتقسيمها إلى مربعات 2 سنتيمتر. نرسم مستطيل بهذا الشكل ونقوم بتقسيمه إلى مربعات أصغر، كل مربع يكون 1 سنتيمتر. نقوم بوصل الخط من الزاوية إلى الزاوية الأخرى بهذا الشكل. بعدها نقوم برسم خطوط مستقيمة. يفضل أن تكون المسافة متساوية قدر الإمكان بين الخطوط.
الآن أكملنا التخطيط، سنقوم بتلوين الصورة. نقوم بتلوين المربعات أيضا، مربع أي مربع لا. قم برسم الخطوط بشكل مستقيم. الخطوط من هذه الجهة تكون مائلة قليلا. بهذا الشكل. الآن سنقوم بوضع ظل. نستخدم قلم غامق 9B أو 10B. Thank you.
شكرا لكم.